الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه وما أكثرها، وهيأ لنا الأسباب وخلق المخلصين، وأعان بتوفيقه على مجاراة الأمم، ورفع شأن أمتنا بعقيدة مسلمة ثابتة قوامها احترام السلم وصد الظلم واحترام الهوية وثقافتها. أمة تقدر العلم وتدرك خيره، وتقدم طاعة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. أمتنا أمة تؤمن بلا إله إلا الله، وبأن محمداً رسول الله، وهذا الذي يجعلها جزءاً من أمة عربية وإسلامية. قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مما لا شك فيه، نحن أمة تؤمن بأن النصر هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وهو مؤشر بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتكون نصرة الله بالإيمان المخلص واليقين. ففي هذا التمرين نصر 2014 تمرن الضباط والأفراد على عمليات مختلفة على مبان ومرافق مدنية ومنشآت اقتصادية تم اختيارها كمسارح للعمليات من خلال وضع فرضيات تخدم أهداف التمرين. نصرة الذات واحترامها والدفاع عن إنسانيتها لا بد من طاعة الله ورسوله من خلال التحضير لابتغاء العلم والقوة، إذ قال تعالى في محكم آياته: وقل رب زدني علما. إن في نصرة الله سعي لابتغاء القوة، وذلك لحق الدفاع على أمن الوطن وساكنه، إذ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وفي ذلك أمر واضح هو أن نقوم بتجهيز أبداننا وأذهاننا والتعلم على الوسائل التي ترفع من القدرات القتالية لردع أي تهديد. فلا يجلب القوة إلا عقيدة تدفع بالاجتهاد لجلبها، فالعمل هو عبادة، والإخلاص فيها نصرة لله سبحانه وتعالى أيضاً، والسداد بتوفيق من عنده لجعل هذه الأرض الطيبة آمنة لمن يعيش عليها. إن في نصرة الله العمل على توفير مناخ آمن لساكني البلاد، وهذا ما يدركه رجالنا المخلصون العاملون في المؤسسة العسكرية والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي الإخوية.
هم رجالنا الأشداء، هم حماة الوطن ودرعه، الذين جعلوا من الدفاع عن أرضهم خياراً لحياتهم، الذين كرسوا جهدهم في ابتغاء العلم، إذ أن بلادنا تستحق أن يبذل كل نفيس من أجل أهلها ومن أجل ترابها. هو ديننا الحنيف بتعاليمه الذي يجعل رجل الأمن شجاعاً مقداماً ثابتاً ومؤمناً بالعدل، إيماناً قوياً تنبثق منه القناعات والدوافع التي يؤمن بها رجالنا في المؤسسة العسكرية. في الجماعة قوة، وفي القيادة توحيد للفكر وزيادة في التأثير. أن ننصر الله هو أن ننصر الحق، والحق هو العدل، والعدل هو العمل والقول الصحيح، هو جملة من الأحكام والمبادئ والقيم السامية للإنسانية التي نؤمن بأن مصدرها الله جل جلاله وسنة نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يتطلب بناء القوة اكتساباً للعلم والمعرفة، وبإدراكها بذلك تقوم المؤسسة العسكرية بإنشاء تمارين عسكرية مختلفة باستمرار لما لها من مساهمة في رفع مستوى الجهوزية القتالية لدى رجالنا. تكون التمارين موضوعة على أسس تنمي القدرات الدفاعية لدى القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته الاقتصادية. يتدرب رجالنا على الفرضيات المختلفة وعلى درجات خطورة مختلفة، والهدف هو تهيئة الحواس لدى رجالنا في التعامل مع التهديدات المشابهة شكلاً ومضموناً. تنقسم الجهوزية القتالية إلى قسمين، أولاهما الجهوزية الذهنية، وهي التمرن على سرعة تقدير الموقف، وثانيهما التمرن على التعامل مع الموقف بنجاح. لذلك يوضع الأفراد والضباط في قواتنا المسلحة بسيناريوهات عسكرية تشبه التهديدات التي قد تكون حقيقية، وذلك احترازاً منها. عناصرها إرهابيون يحملون السلاح، يحتلون مرافق مهمة، ويعرقلون سير العمل في الأماكن المستهدفة.
ضمنها مواجهة عمليات احتلال المنشآت من خلال تحريرها والتدرب على تحرير الرهائن البشرية، ففي ذلك رفعة لمستوى المهارات في التغلب على العدو. يسهم تمرين نصر 2014 في رفع قدرة التنبؤ بأعمال العدو قبل مواجهته وردود أفعال العدو حين مجابهته. إن هذا الأسلوب في صناعة التنبؤ يساعد على وضع الخطط المناسبة في مواجهة العدو والعمل على تطوير فعاليتها باستمرار كي يكون الأداء مؤثراً وسريعاً ودقيقاً في إصابة الأهداف المحددة. إذن هم رجال أشاوس يؤمنون بالله الذي شرع لهم الدفاع عن الحق، أي الدفاع عن الوطن، هو الدفاع عن الإنسانية وكرامتها. فنحن جزء من أمة عظيمة، وقيادتنا ورجالنا يدركون ذلك، فقد حق علينا ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بأن نكون صفاً كالبنيان المرصوص، أن ننصر الله هو أن نبتغي العلم والقوة، وأن ننصر الله هو أن نحترم الذات والإنسانية، ونصرة الله هي في التآخي والعمل بعقيدة راسخة قوامها ما يفرضه القرآن الكريم وسنة نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، إذ قال جل من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا ما نؤمن به قيادة وشعبا. بطل ستبقى حرة تسمو بروح.